أكد سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن الاستحقاق الانتخابي المتمثل في انتخابات 2022 يؤكد أن مسيرة البناء والإصلاح تدخل عهدا جديدا من العطاء والإنجاز بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يأتي الاستحقاق الانتخابي الجديد والذي يتوجه فيه أبناء الشعب البحريني بكافة فئاته وأطيافه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية من انتخابات 2022، مؤكدا أن مسيرة البناء والإصلاح تدخل عهد جديد من العطاء والإنجاز بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأن هذا الاستحقاق يمثل حلقة مضيئة في مسيرة الديمقراطية البحرينية التي أسس لها المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والذي جعل من البحرين مملكة ناهضة ومتقدمة يوجد فيها برلمان منتخب ولديه كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويعتبر شريك أساسي في العمل الوطني تشارك فيه المرأة ترشحا وانتخابا، ويمثل كافة أطياف المجتمع يطرح همومهم وآمالهم، فضلا عن وجود ذراع داعم للبرلمان من خلال مجتمع مدني قوي في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. ويقود هذا الإنجاز التشريعي والديمقراطي نهج إصلاحي طموح وفكر وطني حيوي نابع من المشروع الإصلاحي سيدي حضرة صاحب الجلالة، مما يجعل الانتخابات مسؤولية شعبية تحتم المشاركة الواسعة انطلاقا من حق كل مواطن في اختيار من يمثله في مجلس النواب والمجالس البلدية. وأن مملكة البحرين تفخر الحقيقة بالتزامها بالتعددية والديمقراطية والحرص على إجراء انتخابات شفافة تطلع فيها كافة الجهات بدورها لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يشارك فيه المواطن من خلال اختيار ممثليهم وفق آليات ديمقراطية وقانونية تساهم فيها المنظمات الحقوقية بدورها الرقابي.